جيت هنا انا قلت لازم اصور لكم المكان لان فول انشرح نفسي يعني هنا. خل اشوفكم هذا شويه شنو تعدلون نفسيتكم بهذا الفيديو. فول تعديل نفسي، ملك التعديل، سمكر النفسيات يسموني. اخ الله، دقيقه خل اصور لكم. هسه احنا بيلوى طبعا، منطقه ورا شنار تشيك، نسيت اسمها، هسه اجيب لكم اسمها مو مشكله. مع المنظر هنا، هذا هنا وماكو بشر، ابد ماكو بشر، الاشجار كلها طبعا هسه بالتنتين الظهر تقريبا، المفروض الشمس عموديه بس الشمس مغطايه بالاشجار. والهواء يشرح يعني حرفيا يشرح. اوكي هذا كله ماي عالي بس من نظافته مبين القاع مالته. هذا نفس الشلال مال إيركلي اللي يصنع من عنده ماي شرب، هاي البطالة عرفت شلون. طبعا انا واقف اصفر شعري، ما ادري شلون احلى بدون شفقة وشيء الشفقة احلى، ما ادري انتم تكتبوا لي جوا. طبعا هنا انا قول راح تمشون فدير بالكم، يعني باعوا مثلا رجيتكم تفوت جو دير بالكم كلش. اوكي سأنا مجبور اصور وامشي يعني، بس احلى مغامرة سأسولف لكم جايبيني انا. طبعا سيف ويانا، سيف صاحبي اكيد تعرفوه، جبنا هاي المنادل وجبنا منقل وهاي السوالف ولحم ودجاج وكفتة وصمون ومدري ايش عشت ايدك. هاي اجرناها طبعا، ايجارها 150 باليوم. خالد هنا استقبلنا بعطسه، عنده حساسيه من الاشجار خطيه. واكو هناك اثنين دي يتباوسون، هذول ما لنا علاقه بهم، نص الاشجار حقه يبوس. شوفوا هاي الشجره هم سبحان الله، طبعا كل شيء سبحان الله اكيد. هناك هاي هنا ما سناجب، هاي الفتحات شو هاي الشجره شنو فايت بي. يا منها مفتوحه وفايت الشمس هيك جوا، با سبحان الله شلون عايشه ما ادري، انه جذع مالتها كله هيك رايح. واو انتوا تقدرون تتخيلون انه احنا راح نشوي هنا. اوكي في مكان ما هنا راح نشوي هسه، راح نبدي وهيك منظر راح يصير قدامنا يعني. بس شلونه؟ رابكم كتبوا لي شلونه. راح تجون هنا ولا طبعا هذا كله ببلاش، دخولي ماكو دخولي هذول، مكان طبيعي يعني. هذا المكان الغابات مال تشفيكي، اسم المكان تشفيكي، ورا شنارتك يصير بيلوى. اوكي يلوى شنارتك تشفيكي، هاي تشفيكي. طلع وجهي اوكي هسه بين وجهي تمام حلو مو؟ حلو. طبعا اجرنا شاليه هنا، شاليه خشب وهيك على البحر، راسا على البحر، تقدرون تسبحون بي وما ادري ايش، تقدرون تشوون بي وكل شيء كل شيء يعني كلش حلو كلش حلو. وبيش حزره 200 ليره بس، 200 ليره بس تقريبا 30 دولار، تقريبا 35 دولار بالليله الوحده، بها ثلاثة سره مال ثلاثة اشخاص، انا وخالد وسيف وش اسمه ايش بيها بعد؟ الحمام مالتها مرتب ونظيف اهم شيء طبعا، الحمام احنا نباع عليه وبس 200 ليره بس يعني تخيل. وهسه قررنا نشوي هنا ام هاي الشجره وهيك هنا، حتى انا مشينا على مد هاي القاعده هنا يعني ما على مشي. طبعا ما عندنا نفط ولا عندنا شيء يحرق، جبنا اوراق يابسه مال الاشجار بنحرق بها الفحم الريحه. طبعا الفحم قليل فجبنا حطب، هسه رايحين ندور لنا على حطب. حلقت حطب لقيت ايدي مال ناس سكينه مسوري، بس يشتعل هذا ايش تفقد؟ لا فوقها خليه هيك يلا اوكي نصوقع. هاي احمد ديش وهنا انا ملك المناخل. احمد كفتك يا احمد يا بح لا 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 اوكي. هاي الطالب مالتي خالد دعمنا شلون يشوي. اي شوف هفي من اليمين لليسرى بالضبط، كفته كفته كفته، ما ادري ايش راح يصير بطننا كله كفته. بس شنو يعني الشوي على هالمنظر يعوض. هسه كملنا الشوي، خلصنا الشوي هناك خليناه يبرد وجبنا هنا فراشنا. اوكي شوفوا هاي تسبح مال ببجي، هاي القعده كانت قبل ترى. اوكي متواضعه بس شباب يعني مو رومانسيين كلش. وهيك راح نقعد ناكل هنا. اوكي العافيه علينا، ولازم تجون هنا على فكره وكل شيء بلاش اصلا. كملنا اكل والمنقل، لا تنسوا من تطلعون سفرات تفرغون من الفحم وتطفون الفحم وتغسلون المنقل. اوكي والفحم هناك خليناه، باكر عقبه تصير مشكله بالبيئه حريق ها ما ادري شنو احنا ما علينا. اوكي شوفوا منقع مليان مي طفيناه جماعه البيئه ما علينا يعني. صفتنا بالمي عندكم رد الفعل مال خالد يبين ايش قد بارد المي. لا 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 ثلج بحاله ثلج انطروني تنقع تونس حرفيا يضرب بالعظم حرفيا بعاني القاعده ما راح يفوه بي بس التليفون وبيبسي اخ لا هنا انا القاعده فتشي يا شباب والله لازم تجون ما صعدت مو لا صدق تحكي وين صعدت قاعد واخيرا تونسنا شوينا واكلنا وقعدنا بالماء لعبنا بالماء
قامت تنطر الحمد لله يعني. فشنو نسينا ذا نعود. اوكي ذا نطلع حس هسه طلعنا يا جماعه شكلها يعني قاعد تمطر. بس الفكره انه تخيل لو عندك بيت هنا مثلا هذا البيت اوكي ومنها جبال ومنك الجبال ما عليك ما ذا الجبل بس ورا قصدي الاشجار اوكي شلون تجون لهنا هنا اكو شغله مو حلوه لازم تاجر سياره فارغه السوق او سياره ويا سائق لهنا ماكو ولا مواصلات عامه تجيبك اوكي يا اما تاكسي بس التاكسي هم ان شاء الله راح ترجع ماكو تاكسيات بالرجعه فهنا لازم تاجر سياره وبالمناسبه الرخصه الدوليه مال اي دوله تمشي هنا عادي وجار سيارات مو غالي قلت لكم هاي 200 تقريبا مو صحيح؟ اذا شهر 100 بالشهر اذا تاخذوها شهر فيحسب لك 100 على اليوم اوكي؟ ناخذها يوم وهكذا ما فيكم التفاصيل اشوف التفاصيل شنو هسا عاد جينا على يلاوة هاي قبل ما نرجع لاسطنبول دان ننتظر الايدو اللي هي الباخرة يعني فجينا على هاي الساحة دان نتمشى انا وخالد وسيف خالد وسيف خوش وهذا مكان هذا شنو مكان خالد اوكي هذا هو يم الايدو اي هاي سوالف هيجي مكان مال مواعد هاي يعني اذا عندك جهال جيبهم عجاية جيبهم اي وهكذا هسا جينا هسا جينا لازم اسحق على الايدو اللي عبارات اللي هي العبارات بين يلا واسطنبول يعني من هنا اخذها تقدرون تشترون منها السوالف هيجي هسا عاد ركبنا بالسفينه هاي السفينه من جوا هيجي كلش حلوه كلش مريحه بعد نص ساعه ونوصل اسطنبول وهاي هسه وصلنا على اسطنبول هسه احنا بمحطه مترو مرمرة انتهت رحلتنا مال يلوى وتعبانين صايرين شنو فانيله خردة هسه ننتظر المترو ونروح على الدوار وراها